بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome my dear students in our new program Knowledge Bank. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة، حلقة جديدة من البيولوجي. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على يونت 2، هنتكلم على التايب اوف ذا مايكروسكوب. ده جزء جديد معانا بنكمل بيه ليسون 1 لليونت 2. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على we have two different type of the microscope. عندي light microscope وعندي electronic microscope. Let's discuss together what is the difference between light microscope and electronic microscope. First, light microscope depend on the light. اللايت مايكروسكوب يا ولادي بيعتمد على اللايت، حتى ده من اسمه. اللايت ده ممكن يكون السان لايت او الارتفيشال لايت، اوكي؟ يبقى لايت مايكروسكوب عندي منه ممكن depend on the sunlight or artificial light، ممكن the light of the lamp. This microscope contain lenses. This lenses is made of from glasses. اوكي؟ يبقى هنا الميكروسكوب بتاعي معمول او اللينسز بتاعته made from material called the glass. طيب what is the function of the microscope؟ الميكروسكوب ده ايه وظيفته بالنسبة لنا؟ اكيد magnifying many microorganisms. الميكروorganisms very tiny. Okay? And non-living things. We can using a microscope to examining non-living things. Also examining large size objects after cutting them into very tiny or very thin slice to allow the light transmitting through them. عايز اكلمكم عن الجزئيه دي. انا دلوقتي لما نيجي نتكلم على اللايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب ده عباره عن جهاز. احنا طبعا زي ما شفتوا احنا في الحلقه السابقه احنا اتكلمنا على inventions of the cell أو discovering of the cell، وقلنا قد إيه الميكروسكوب very important بالنسبة لنا، لأن هو ال cells cannot see by naked eyes. We need a tool or equipment to magnifying the cell or the object. فبالنسبة لنا لابد إن احنا نعرف كويس قوي ونختار الميكروسكوب الضروري عشان أعمل examining the cells بتاعتي. يبقى ال cell cannot be seen by naked eyes. We need a microscope, a specific microscope to examining this cells. طيب انا عندي light microscope. This is the first type. This microscope depend on the light of the sun or the lamp. Made from a glass. Okay. طيب what is the function of the microscope? Function of the microscope, a magnifying object. A magnifying object to see the object اللي هو very tiny more clear. Okay. وفي نفس الوقت انا لو عندي object very big انا بعمل ايه؟ بعمل cutting للobject ده very small. ليه؟ علشان اللايت كان passing through this part. انا لو عندي big object اللايت عمره ما يعدي من خلالها. فبما ان اللايت هو الجزء اللي بالنسبة لي اللي can use it to help the microscope to magnifying thing، لابد في الحالة دي ان انا استخدم لو عندي large object، يعني مثلا لو جبت ورقة شجر، الورقة دي لابد ان انا اعملها cutting into small slices to allow the light to passing through it to easy to discovering or to examining this part. طيب تعالى نتكلم على جزء تاني بالنسبة للايت مايكروسكوب، الماجنيفيكيشن بار. طيب قدامنا ده picture الميكروسكوب in front of you, a picture of the microscope. طبعا احنا عندنا في المدارس بتاعتنا صورة للميكروسكوب او موديل للميكروسكوب ده اكيد. لما نيجي نبص عندنا دي الوقت دي the first lens. We call it ocular lens in front of your eye. يعني احنا بنبص من الجزء ده، ودي lens made of the glass ودي بنسميها ocular lens. Another type of lens we call it objective lens. Objective lens دي in front of the object. طبعا دي يا ولادي ما بتكونش كلها نفس الباور، بتكون different powers. اوكي؟ فبالتالي انا بعمل choosing للباور اللي انا محتاجاها
تعمل ماجنيفيكيشن. ده الستيج اللي بحط عليها السلايس بتاعتي اللي فيها الاوبجكت اللي انا محتاجه اشوفه، عشان كده بقول دي اسمها اوبجكتيف لينس. يبقى انا عندي تو تايب اوف لينس، تو تايب اوف لينسز ميد فروم ذا جلاس. ذا فيرست وان وي كول ات اكولار لينس، اند ذا سكند وان وي كول ات اوبجكتيف لينس. اكولار لينس ان فرونت اوف يور ايز بنسميها اي بيس لينس او اكولار لينس، لان هي ان فرونت اوف يور ايز. اند انذر تايب اوف لينس وي كول ات اوبجكتيف لينس، ودي ان فرونت اوف ذا ايه اوبجكت. زي ما انتم شايفين كده الميكروسكوب بتاعنا هنلاقي فيه طبعا زي ما انتم شايفين دول دول كورسز، يعني من خلالهم بعمل كلير للامج بتاعي او للسامبل اللي انا بعمله سينج. عندي كمان عندي سورس اوف لايت، الجزء بتاع اللايت من هنا ممكن يكون لامب او ممكن يكون ميرور. في الجزئيه دي بتعمل ريفلكشن على الستيج بتاعتي، فبالتالي اقدر اللايت باسنج ثرو ذا سلايس اللي لابد ان هي تكون ميد فروم ذا جلاس باي ذا واي. ما ينفعش اجيب جزء بلاك مثلا واحطه، لا لازم حاجه ترانسبيرنت علشان اللايت كان باسنج ثرو ات. دي اوبننج يا ولادي، اللايت كان باسنج ثرو ات. طبعا انا عندي ارم للميكروسكوب، طبعا ده ضروري نتعلم ازاي نعمل كارينج للميكروسكوب. لازم ايد على الارم وايد تانية على البيز، علشان طبعا دي ميد فروم ذا جلاس، ده ممكن اللينس دي كان بريك داونز كان بروكن، فبالتالي لابد ان انا لما اجي اعمل كارينج للميكروسكوب لازم ايد معايا على الارم والايد التانية under the base of the microscope to protecting the lenses of the microscope. اوكي okay. طيب ازاي بقى عايز اعرف ازاي اعمل ماجنيفاي، اعمل احسب الماجنيفيكيشن باور بتاع هذا الميكروسكوب؟ بلاقي مثلا الاكوار لينس ليها باور، والاقي اكبر لينس بقى اوبجكتيف ليها باور، فبعمل ملتبلاي للباور اوف اكولار لينس مع الباور اوف اوبجكتيف لينس. الباور بتاع الاثنين دول يا اولادي بتكون الباور بتاع الميكروسكوب كله. انا عايزه اعمل ده معاكم علشان دي ضروريه جدا، ازاي نحسب الماجنيفيكيشن باور. تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. هاو كان يو كولكت ذا ماجنيفيكيشن باور اوف ذا magnification power of the microscope. ازاي هنحسب الماجنيفيكيشن باور بتاع الميكروسكوب بتاعي؟ قال لي بعمل ايه؟ باخد الباور of aquilar lens. مين يا اولادي الاكولار لينس؟ الاي بيس لينس، دي اسمها الاي بيس لينس. باخد الباور بتاعتها بعملها ملتبلاي الباور اوف اوبجكتيف لينس. تمام كده معايا؟ يبقى انا دلوقتي باخد الباور اوف اكولار لينس وباخد الباور اوف اوبجكتيف لينس. لو عملت ملتبلاي للتو باورز هجيب الماجنيفيكيشن باور بتاع الميكروسكوب بتاعي ايه كله. لما جينا حسبنا اكبر ماجنيفيكيشن باور لللايت مايكروسكوب طلعت يا اولادي 1500 اوكي تايمز. يعني اللايت مايكروسكوب بتاعي الماجنيفيكيشن باور ما بتزيدش على 1500 اوكي. فبالتالي ده القوة بتاعتي، دي أقوى حاجة ممكن توصل ليها هذا الميكروسكوب اللي هو اللايت مايكروسكوب. تمام كده؟ يبقى الماجنيفيكيشن باور بتاعة اللايت مايكروسكوب 8 ماجنيفاينج اوبجكت لغاية كام يا ولادي؟ لغاية 1500 تايمز، يعني ذان ريل سايز. يبقى دلوقتي لو الحاجة دي السايز بتاعها صغير، أنا أكتر حاجة بيكبرها الميكروسكوب بتاعنا 1500 تايمز. أوكي؟ أدي قدامنا الرول اللي احنا استخدمناه. الرول بيقول إيه؟ magnification power، magnification power of ocular lens. احنا قلنا يعني إيه ocular lens؟ اللي هي lens in front of your eyes. Time the magnification power of objective lens, this lens in front of the object. انا قلت لكم بيبقى عندي اكتر من لينس، اللينس اللي انا استخدمتها او اكبر لينس عندي انا بالنسبه للاوبجكتيف بعمل للاثنين ملتبلاي بجيب الباور بتاعه الميكروسكوب بتاعي.
طيب انا عندي some method used to obtaining most clear image، انا عايزه الايمج بتاعي دوت يبان اكتر بطريقه واضحه اكتر، فبستخدم ايه؟ بعمل changing للليفل اوف ذا لايت، بيكون فيه زي كوندنسر كده بستخدمه ان انا اغير الليفل بتاع اللايت، او بستخدم الدايز اللي هي الصبغه. تعالوا اتكلم معاكم عن الجزئيه دي لانها في غايه برضو الاهميه. بالنسبه لللايت مايكروسكوب اللي موجود عندنا في مدارسنا، احنا بنتعامل معاه زي ما انتم شفتوا، بيكون من اكولر لينس، بيكون من اوبجكتيف لينس. اوكي، بحط السلايس بتاعتي اللي انا عايزه اعملها اكزامينج ان فرونت اوف ذا، على الستيج بتاعت اللي قدام الاوبجكتيف لينس، وببدا اعمل اكزامينج ليها. طيب ساعات انا عايزه اشوف الاوبجكت بتاعي ده مور كلير، اعمل ايه؟ فبدأ في بعض الطرق ان انا بعمل change the level of the light. بعض السلايس كان الدارك بالنسبه لها help the slice to appearing clear، البعض التاني need more light، فبالتالي change the level of the light بيخليني اشوف الايمج بتاعي او السلايس بتاعتي دي more clear. حاجه تانيه في غايه الاهميه، ان معظم السيلز اللي انا بعملها examining بتكون transparent، فبضطر ان انا استخدم pigment or strain dye. الداي هنا صبغه، pigment بستخدم الصبغه دي ليه بقى؟ علشان اقدر اشوف الايمج بتاعي ده more clear. بس موضوع الداي ده او السترين بتاعتي او البيجمنت ده ليه advantage وليه disadvantage. ايه هي؟ ان الداي دي artificial materials، بتعمل ايه بقى لو كان عندي living organism alive die، لان دي materials artificial، لما بحطها على حاجة living هيحصل فيها ايه؟ ان هي die، فمش هتقدر السيلز دي تبقى ليفنج مرة تانية. فانا بستخدم ده لو انا عايز اعمل سلايز بيرمننت، دائمة ثابتة عندي في المعمل هستخدمها في اي وقت. لكن لو انا عايز اشوف حاجة مايكرو اورجانيزم كان موف والكلام ده، ما اقدرش يا ولادي في الحالة دي احط الداي، لان هي تعمل كيلينج لليفنج اورجانيزم. يبقى دلوقتي الادفانتج بتاعت الداي ان هي بتخليني اعمل اكزامينينج للايمج بتاعي او الاوبجكت بتاعتي ديت او السلايز بتاعتي more clear more obvious، لكن ال disadvantage بتاعتي ان هي can kill the living organism بتاعي. يبقى هنا في disadvantage لل dye او لل pigment اللي انا بستخدمه. تمام كده؟ يبقى حاجتين انا بستخدمهم to make the image more clear، ان انا بعمل change the level of the light، وفي نفس الوقت ممكن استخدم ال dye او ال pigment بتاعتي. تمام كده؟ تعالوا نشوف مع بعضينا the second type of the microscope. We call it electronic microscope. ده نوع تاني طبعا، ده more accurate، وده صعب جدا ان احنا نشوفه في المدارس بتاعتنا، لان طبعا very expensive huge in size. اوكي، فبالتالي ده احنا بنستخدمه في اماكن الابحاث او الجامعات. فده بنتكلم على الالكترونيك مايكروسكوب. الالكترونيك مايكروسكوب كده من النيم بتاعه used depend on a beam of high speed of electron. a beam يا ولادي حزمة من الالكترون ماشية بسرعة عالية جدا. اوكي، طبعا instead of light، يعني هنا انا مش بستخدم اللايت. اوكي، اللايت ليه سبيد والالكترون هاي سبيد اكيد، فبالتالي علشان الباور بتاع الميكروسكوب ده تكون عالية جدا، انا عملت تشينج لللايت اللي ليه سبيد محددة بالالكترون. هنا انا اخترت a group of the electron، يعني a beam of the electron ماشية بهاي سبيد. دي فنية الالكترونيك مايكروسكوب، ان هو depend on the electron اللي ماشية بهاي سبيد في صورة بيم، طبعا beams of electron. طيب يا ترى اكيد اللينس اللي هي الالكترون كان باسنج ثرو ات مش ممكن تكون من الجلاس بقى اللي هيمشي فيها اللايت. هنا اللينس من نوع معين بنسميها الكتروماجنتيك لينسز. يبقى اللينس اللي بستخدمها تو باسنج الكترون هنا، او الالكترون كان باسنج ثرو ان الكتروماجنتيك لينسز. طيب عايزين نتكلم على الفانكشن اوف ذا الكترونيك مايكروسكوب. هنا clarifying the cellular component. clarifying يعني هبدأ أنا أشوف الكومبوننت الديت in more details and more obvious. تمام كده؟ يعني هنا هيخليني أشوف، أنا كنت بشوف السيل في حالة اللايت مايكروسكوب، لكن هنا هيخليها لي more clear الكومبوننت الداخلية للسيل. هبدأ أشوف إيه اللي موجود في السيتوبلازم in more details.
يبقى knowing more accurate details، هشوف تفاصيل دقيقة جدا لل cell structure. أنا لما نيجي نرسم إن شاء الله الحلقة الجاية ال cell، أنا هنشوف مع بعضينا ال details، كل ال details اللي هنشوفها، الميتوكوندريا، الجولجي بوديز، كل ال details دي أنا شفتها بالإلكترونيك مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب ممكن يقول لي إن في cell، في نيوكلس، لكن ما يقوليش ال component of the cytoplasm، ما يقوليش ال main parts اللي forming the membrane of the cell أو ال cell wall of the cell. أوكي؟ فبالتالي كل ال details أنا هشوفها more accurate، خلي بالكم more accurate and clear by electronic microscope. دي صورة معانا للإلكترونيك مايكروسكوب، طبعا شايفين أنا ما أقدرش أحط ده في مدرسة طبعا. هنا الإلكترونيك مايكروسكوب بيستخدم إلكترو ماجنتيك لينسز، وإن هنا زي ما أنتم شايفين بيبقى عندي سكرين made from fluorescent. هنا بحط السلايد بتاعتي او الايمج اللي want to examine it، وبعد ابدا احرك بارم معين الحاجه بتاعتي وابدا افحص. هنا مش ببص بقى، هنا ببص على سكرين فابدا اشوف الايمج more clear. طب يا ترى الماجنيفيكيشن باور هنا كام؟ الماجنيفيكيشن باور يا ولادي بتصل ل 1 مليون مور ذان ذا ريل سايز اور مور. بعد تايب اوف ذا الكترونيك مايكروسكوب ممكن تصل ل مور ذان 1 مليون. متخيلين انا بكبر الحاجه مليون مره اكبر من الريل سايز بتاعها. اوكي، قال لي عندي types of electronic microscope. احنا خدنا اللايت مايكروسكوب ما كانش ليه types. اوكي، انا عندي هنا two types of the electronic microscope. The first one scanning electronic microscope. The word scanning here examining the surface of the cell. surface هنا يا اولادي يعني انا استخدمته ان انا مثلا اعمل examining للوول بتاع السيل، السيل وول، السيل ممبرين. فبالتالي ده الماجنيفيكيشن بتاعته مختلفه شويه على اللي هيخليني اشوف الكومبوننت اوف ذا سيتوبلازم، اقل شويه. تمام، فالسكاننج الكترونيك مايكروسكوب بستخدمه تو examining ذا سيل سيرفيس. النوع الثاني اسمه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. Transmission here examining by in more detail the internal parts or internal structure of the cell. تعالوا نتكلم تاني كده، نجمع كلامنا على الالكترونيك مايكروسكوب. الالكترونيك مايكروسكوب depend on a beam of the electron that passing through electromagnetic lens. الكترومغناطيك ايه؟ لينز. تعالوا نفتكر كده اللايت مايكروسكوب، نعمل مقارنه صغيره. اللايت مايكروسكوب كان بيستخدم ايه؟ اللايت، انما الالكترونيك مايكروسكوب بيستخدم الالكترون. اللايت مايكروسكوب اللينسز بتاعته كان ميد فروم ذا جلاس، لان اللايت كان باسنج ثرو ذا جلاس لينز. انما هنا الالكترون، البيم اوف ذا الكترون اللي هي ماشيه بهاي سبيد هنعديها من خلال الكترومغناطيك لينزز. الكترومغناطيك ايه؟ لينزز. اوكي؟ طب يا ترى ايه الفرق في الماجنيفيكيشن باور؟ اللايت مايكروسكوب بتاعي اقصى ماجنيفيكيشن باور ممكن يوصل له 1500، انما الالكترونيك مايكروسكوب ممكن يصل ل 1 مليون اور مور. اوكي، فبالتالي مين فيهم بقى يكون مور كلير اند اكوريت؟ في الحاله دي هيكون الالكترونيك مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب يا ولادي ملوش تايبس، انما الالكترونيك طبعا في منه بيعتمد على السان لايت وفي منه بيعتمد على الارتفيشال لايت زي اللام، لكن الالكترونيك مايكروسكوب بتاعي عندي منه تو تايبس. ايه بقى التايز بتاعتي؟ واحد اسمه سكاننج. سكاننج ده بيدرس معايا السيرفس الخارجي بتاع السيل. ايه السيرفس؟ ممكن استخدمه تو examining ذا سيل وول اوف ذا بلانت سيل، ممكن استخدمه تو examining ذا سيل ممبرين اور بلازميك ممبرين، اشوف الديتيلز بتاعته، وده اللي هنشوفه مع بعضينا الحلقات اللي جايه ان شاء الله لما تبدا نشتغل على الاستراكشر اوف ذا سيل ان مور ديتيلز. ده احنا استخدمنا الالكترونيك مايكروسكوب عشان اشوف الديتيلز بتاعه السيل وول وعلى البلازميك ميمبرين. انا بقى نوع منهم هستخدم السكاننج الكترونيك مايكروسكوب. اما الترانسميشن ده هيبقى مور بقى اكوريت مور باور. ده ماله؟ بشوف الانترنال ستراكشر اوف ذا سيل، الكومبوننت اوف ذا سيتوبلازم، الكومبوننت الداخليه للسيتوبلازم. هشوف البارتس اللي عايمه في السيتوبلازم اللي هي فيري تايني، cannot see by naked eyes، cannot see by the light microscope. by the way اللايت مايكروسكوب كل اللي هيبينه لي ممكن يبين لي الوول اوف ذا سيل، النيوكلس، اوكي،
انما الديتيل بتاعت السيتوبلازم كلها اللي هنبدا ندرسها ان شاء الله، احنا دي شفناها، هنشوفها بالالكترونيك مايكروسكوب. اني بقى نوع منهم؟ الترانسميشن. يبقى انا عندي تو تايب اوف ذا الكترونيك مايكروسكوب، سكاننج اند ترانسميشن. السكاننج اكزامينينج ذا سيرفيس، اما الترانسميشن ده مور اكوريت لان ده بيخليني اشوف الانترنال ستراكشر ان مور ديتيلز. internal structure in more details. تعالوا نكمل مع بعضينا كلامنا على الميكروسكوب. انا جايبه كذا question في الجزئيه دي، تعالوا نشوف مع بعضينا. choose the correct answer. تعالوا نشوف كده the first question. to study the shapes of the nuclei. nuclei دي a group of the nucleus, we call it a nuclei. White blood cell. A nuclei, this is a nucleus of the white blood cell. The biologist used. هل يا ترى انا عايزه دلوقتي اشوف النيوكلاي، النيوكلاس بتاعت الوايت بلود سيل. الوايت بلود سيل دي يا اولادي دي خليه موجوده جوه البلود بتاعي، فالبيولوجيست عايز يشوف الديتيلز بتاعت النيوكلاس بتاعتي. هل يا ترى عشان اشوفها بوضوح مور كلير هستخدم اللايت مايكروسكوب ولا الترانسميشن الكترون مايكروسكوب ولا السكاننج الكترونيك مايكروسكوب؟ بالراحه كده معايا. اللايت مايكروسكوب بيكبر كام؟ 1500. يا دوبك انا اشوف، مش هشوف النيوكلاس ده، انا عايزه النيوكلاي اللي جوه النيوكلاس. النيوكلاي اللي جوه النيوكلاس انا عايزه بس اوضحها لكم دي. انا دلوقتي لو عندي السيل، السيل بالوضع ده، السيل كده، السيل دي جواها نيوكلاس، اوكي؟ النيوكلاي دي، يبقى دي حاجه صغيره جدا جوه نيوكلاس. اللايت مايكروسكوب ممكن يجيب لي الوول من بره، ممكن يجيب لي ان في نيوكلاس، انما النيوكلاي اللي جوه دي عشان اشوفها انا محتاجه لازم الكترونيك مايكروسكوب. فمش هينفع معايا اللايت مايكروسكوب في الجزئيه دي، صح؟ فبالتالي تعالوا نفكر بقى كده، يا ترى هستخدم الترانسميشن الكترونيك مايكروسكوب ولا هستخدم السكاننج الكترونيك مايكروسكوب؟ تعالوا نفكر تاني كده مع بعضينا. مين فيهم كان اكزامينينج ذا سيرفيس؟ السيرفيس هيكون السكاننج، ده اللي يخليني اشوف الوول من بره. طب الترانسميشن؟ اكيد الترانسميشن هو اللي يخليني اشوفها ان مور ديتيلز، صح كده؟ لان ده الماجنيفيكيشن باور بتاعته بتكون ايه؟ اعلى يا ولادي. يبقى نيوكلاي دي داخل النيوكلاس، فبالتالي اللايت مايكروسكوب مش هينفع. طب هو الكترونيك انهي نوع فيهم؟ السكاننج بيخليني اشوف السيرفس، ودي مش على السيرفس، دي موجوده جوه النيوكلاس، فبالتالي انا محتاجه الترانسميشن الكترونيك مايكروسكوب. سكند كويستشن، تعالوا شوف معايا السؤال ده مع بعض، بيقول ايه؟ A student wants to view a cells. عايز يعمل examining للايه؟ للcells. Under the microscope. طبعا بالنسبة ده student لابد انه يعتمد على light microscope. احنا قلنا ده اللي موجود متاح عندنا في الايه؟ في السكول بتاعي. At a total magnification 400. اوكي؟ يبقى المagnification power بتاع الميكروسكوب بتاعه 400. اوكي؟ If the objective lens is 40, تمام؟ Which of the following will be the eyepiece lens؟ اللي هي الأكولر لينز. هنا جايب لي زي مسألة كده، هنشوفها مع بعضينا، إزاي نحل المسألة دي مع بعض. تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. هو جايب الباور بتاع الميكروسكوب كله، تمام؟ وجايب الاوبجكتيف لينس وعايز الاكولر لينس، يا ترى الباور بتاعتها هيبقى كام؟ فلازم نعملها الاول قدام بعض. تعالوا نشوف كده الرول اللي هنستخدمه. الرول عندي اللي هو الباور اوف مايكروسكوب. الباور اوف مايكروسكوب. الباور كام؟ هو جايبها لي. تعالوا نكتب الرول الاول، بتساوي ايه؟ الباور بتساوي الباور اوف اكولر لينز تايم الباور اوف اوبجكتيف لينز. طيب هو جايب لي ايه؟
هو جايب لي الباور اوف ذا مايكروسكوب ككل جايبه كام؟ 400. اوكي، وجايب لي الاوبجكتيف لينس جايبها كام؟ 40. جايبها كام؟ 40. مين اللي عندي مش معروفه؟ الاكولر. الاكولر هي اللي مش معروفه. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ هنعمل ديفايد. يبقى انا عايزه الاكولر، هجيبها ازاي؟ 400 ديفايدد ايه؟ 40 ايكوال كام؟ 10. عرفتوا انا جبتها ازاي؟ يبقى دلوقتي الباور اوف ذا مايكروسكوب ايكوال ذا باور اوف اكولر اللي هي الاي بيس تايم الباور اوف اوبجيكتيف. هو مديني الباور اوف ذا مايكروسكوب كانت كام؟ 400. طيب الاكولر او الاي بيس مش موجود عندي، وعندي الباور اوف اوبجيكتيف لينس، عملت ديفايدد طلع لي ال 10. يبقى هنا التشويس بتاعي اهو جايب لي 4 تشويس، 4 تشويسز ان فرونت اوف يو. ذا فيرست وان 10، سكند وان 40، ثيرد وان 50، اند ذا لاست وان 100. يبقى هنا عايزين نبص كده عليها تاني، اهي قدامنا السؤال اهو. يبقى اهو نفتكر مع بعض، ادي الماجنيفيكيشن باور 400 اوكي، وجايب لي الاوبجكتيف 40 زي ما انتم شايفين. يبقى كده ذا بيست انسر ويل بي 10. تمام، عرفتوا انا جبتها ازاي؟ السؤال الداي using a dye on examining using specimens in is considered a double edge word. اكيد انا اتكلمت في النقطه دي وشرحتها معاكم. using a dye اللي هي البيجمنت اللي هي advantage واللي هي disadvantage. استخدام الكلر بالنسبه لي بيخليني اشوف الايمج مور كلير، لكن الديس ادفانتج انا لو بتكلم على حاجه ليفنج بتعمل كيلينج للسبيسمنز اللي هي الليفنج، فدي الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الداي، استخدام الداي. This is the end of our program today. Thank you for your listening. I will meet you again ان شاء الله next week.